العباقرة التمريض برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، شركة جيلياد ساينسز، الراعي الرئيسي للعباقرة التمريض، وزارة الصحة والسكان. إرشادات التمريض العاجل. نوبات الربو: إذا هاجمت النوبة شخصا داخل المنزل فيجب أن يجلس المصاب على كرسي بيدين متشابكتين على مائدة، لأن هذا الوضع يحرك عضلات الصدر والساعدين ويسهل التنفس. العباقرة مدارس، العباقرة جامعات، العباقرة عائلات. والآن العباقرة تمريض. وأنا رايح الاستوديو عادة بحب أقرأ الرسائل من المشاهدين ومن الطلبة على صفحات الفيسبوك. وقفت عند رسالة كانت غريبة جدا. رسالة بتقول: أستاذ عصام، أنا قررت خلاص أنتحر. خدت قرار طبعا من أنا بعت لها ابعتي لي رقمك وحكلمك. فقالت لي هحكي لك اللي حصل. أنا في ثانوية عامة قبل الامتحان بكام يوم عييت جامد جدا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي النتيجة طلعت وأنا جبت 94.4%. قالت لي أنا كنت بحلم إن أنا أخش كلية الطب، أنا عايز أبقى دكتورة وخلاص، حلمي ضاع، ما لقيتش حاجة أقدر أدخلها غير كلية تمريض. كلية تمريض؟ استغربت جدا. كلية تمريض إزاي؟ هي تمريض بتقبل من كام؟ قالت لي تمريض بتقبل من 94%. ابتديت أقول لها أنت بتأدي الرسالة، أنت بتنقذي ناس، أنت بتساعدي ناس، أنت الإيد اليمين للدكاترة. انتهت المكالمة وأنا الحقيقة فكري اتغير من غير ما أحس. اللي هيبقى له أثر أكبر ويقنع المجتمع والأسر أكتر هو إن أنا أجيب الممرضة الحقيقية وأقول لهم دول بيتعلموا تعليم شكله إيه، وشوف الممرضة في التعليم العالي، التعليم المتوسط، وخلفيتها الثقافية، وبتفهم في الميوزيك، وبتفهم في الأرض. وبعدين عايزة البرنامج كمان نطلع منه برسائل صحية للمجتمع، أبقى أنا كمان قلت للمجتمع حاجات عن الصحة العامة يقدر الأسر تستفيد منها. أعتقد أن إلقاء الضوء على أهمية الممرضة هتيجي من أن أنا أقول لهم شايفين الأمثلة دي، هي الأمثلة الحقيقية اللي في الأرض اللي موجودة اللي بتخدمكم. المجتمع هو اللي هيدافع عن الممرضة، المجتمع اللي هيرفض أي رسالة سلبية تتقال عن الممرضة. أول ما ابتدينا نفكر في شعار عباقرة كلية التمريض كان مهم جدا نبقى عارفين رسالتنا ايه. فكرنا في كلمات كتيره جدا لغايه ما طارق نور طلع بثلاث كلمات لخصوا الرساله: المهنيه، الاحترام، الانسانيه. انا دايما بقول عليه ليجند، الاسطوره، زي ما طلع باسم العباقره في لحظه، دي ملكه موجوده عنده ما شاء الله. بالتوفيق لطلابنا عباقره كليات التمريض. لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة كلية التمريض في مصر والعالم العربي. أهلا ومرحبا بكم وأول حلقة لبرنامج العباقرة. في موسم عباقرة التمريض مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة، ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب، ومين هو الطالب المثالي؟
أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب عباقرة التمريض هتساهم في تطوير المستشفيات الحكومية في مصر. في المرحلة الأولى كل نقطة ب5000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. العباقرة تمريض برعاية وزارة الصحة والسكان، جيليات الشركة العالمية الرائدة لصناعة الدواء، وبشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. النهاردة احنا الحمد لله في الموسم الحداشر، الحلقة رقم 316. أول ما ابتدينا كان وما زال شعارنا الأولوية للتعليم. أكيد ملف الصحة لا يقل أهمية عن ملف التعليم، أو بمعنى أصح الاتنين بيكملوا بعض. ومن هنا قررنا إن احنا نضم ملف الصحة لمشروع العباقرة. البنك الأهلي المصري زي ما بيدعم التعليم بيدعم ملف الصحة. موسم كليات التمريض وإجابات الطلبة الصحيحة هتتحول إلى نقط في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. وزارة الصحة هي كمان أمنت برسالتنا فقررت تدعم ملف التمريض من خلال برنامج العباقرة. شكراً لوزارة الصحة المصرية. وعايز كمان أوجه الشكر لشركة جيليات ساينسز واللي بتساهم في مجال صناعة الأدوية لشفاء أصعب الأوبئة كفيروس بي وفيروس سي. ألف شكر لشركة جيليات ساينسز. شركة جيليات هي شركة عالمية رائدة في مجال صناعة الدواء، وتتخصص في مجال الأدوية الحيوية، حيث تقوم على الأبحاث وتكتشف وتطور وتسوق الأدوية المبتكرة في المجالات الطبية غير الملباة. تسعى شركة جيليات إلى تحويل وتبسيط الرعاية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مهددة للحياة في جميع أنحاء العالم. تأسست شركة جيليات في عام 1987، وتمتلك مكاتب في أكثر من 35 دولة حول العالم. تعد شركة جيليات شريك نجاح مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، بهدف القضاء على فيروس سي في مصر، وهي مبادرة ساهمت في إجراء أكبر مسح في تاريخ البشرية للكشف عن فيروس سي. أسئلة من دراسات كليات التمريض تشاهدون في هذه الحلقة. ما هي الأوردة التي تحمل الدم المؤكسد في جسم الإنسان البالغ؟ مجدي إجابتك. ما هي أهم المضاعفات للإنعاش القلبي الرئوي؟ نرجع بقى للموسم الجديد، 16 كلية تمريض من 12 محافظة مصرية، دوري المجموعات، وكلهم بيتنافسوا للحصول على كأس العباقرة للتمريض. يلا نبتدي أول حلقة وموسم جديد، أتوقعه موسم جميل وممتع. بالتوفيق لطلاب مصر. المهنية، الاحترام، الإنسانية، ما يقوم به الممرض أو الممرضة هو هدف نبيل أوصت به جميع الديانات وحرصت عليه المبادئ الأخلاقية وعززته القوانين في مختلف أنحاء العالم. تم اختيار المهنية، الاحترام، الإنسانية كشعار للبرنامج العباقرة تمريض، نظراً لأهمية هذه المبادئ لمهنة التمريض وكونها ركائز أساسية لتلك المهنة النبيلة. المهنية، الاحترام، الإنسانية. أول كلية مشرفانا في الاستوديو من محافظة دهلية، نرحب كلنا بكلية تمريض جامعة المنصورة. هنمثل جامعة المنصورة في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4. محمد مكاوي 19 سنة، محافظة الدهلية، جامعة المنصورة. شيماء خالد، كلية تمريض جامعة المنصورة، عندي 23 سنة. اسمي عبد الرحمن رزق، عندي 23 سنة، كلية التمريض جامعة المنصورة. اسمي إسراء عماد، كلية تمريض جامعة المنصورة، 21 سنة، من محافظة الدقهلية.
أما الكلية التانية واللي هتنافس للحصول على الثلاث نقط بتوع ماتش النهاردة من محافظة المنوفية، نرحب كلنا بكلية تمريض جامعة المنوفية. هنمثل جامعة المنوفية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4. أنا اسمي محمد مجدي، عندي 21 سنة، أنا من محافظة المنوفية، كلية تمريض جامعة المنوفية. اسمي إيمان وفيق، عندي 20 سنة، كلية تمريض جامعة المنوفية، من محافظة المنوفية. أنا اسمي مصطفى داود، كلية تمريض جامعة المنوفية، 20 سنة، محافظة المنوفية. أنا اسمي إسراء خليفة، 19 سنة، كلية تمريض جامعة المنوفية، من محافظة المنوفية. العباقرة كلية التمريض 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، وضربات الجزاء، وأخيرا عجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة، والسؤال هو: مسلسل أطفال تلفزيوني شهير من أشهر شخصياته خالة خيرية وعم جرجس، فما اسمه؟ عبد الرحمن، عالم سمسم. عالم سمسم أكيد إجابة صحيحة. ده سؤال السرعة يعني. كبروا الموضوع هم شوية يا عبد الرحمن، صح؟ أول سؤال في الحلقة. عالم سمسم هي الإجابة الصحيحة، وعبد الرحمن هيختار مين اللي يبتدي الأول. المنوفية. المنوفية هتبتدوا الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. المنوفية عندك سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ جوكر فين؟ في العلوم؟ ايوه ان شاء الله. جغرافيا، والسؤال هو: إلى أي دولة تتبع جزيرة فانكوفر؟ إلى أي دولة تتبع جزيرة فانكوفر؟ 10 ثواني. إسراء، إجابتك؟ فرنسا. فرنسا إجابة خاطئة. كندا. كندا تأكد. إجابة صحيحة. كندا، وهي تاني أكبر جزيرة في كندا بعد مونتريال من حيث عدد السكان. أول 10 نقط لجامعة المنصورة. وعندك سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ لا. جغرافيا، والسؤال هو: ما هي عاصمة جمهورية الرأس الأخضر؟ ده لسه إسراء بتكتب. انتوا فريق يا شيماء. أنا تخصص جغرافيا. طب ما خديش الجوكر ليه؟ مش مشكلة. إجابتك؟ بولا. إجابة خاطئة. شفتي بقى، كان لازم تاخدوا وقتكم. إسراء كان ممكن يبقى ليها رأي تاني. في إجابة؟ إسراء، إجابتك؟ برايا. برايا إجابة صحيحة. برايا هي الإجابة الصحيحة، وبكل النتيجة تعادل 10-10. شيماء بتستعجلي ليه؟ على فكرة أنا عارفاها، بس هو النطق تقريبا أنا كاتبه غلط. أنا مشكلتي إنك مستعجلة. ممكن. هارد لك. دلوقتي عندنا سؤال لجامعة المنوفية في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: في عهد أي خلافة تم افتتاح أول مستشفى في التاريخ الإسلامي؟ في عهد أي خلافة تم افتتاح أول مستشفى في التاريخ الإسلامي؟ إسراء، إجابتك؟ خلافة الأموية. نفس الإجابة اللي عندكم؟ إسراء، إجابة صحيحة. في عهد الوليد بن عبد الملك في دمشق. برافو عليك يا إسراء. وبكده النتيجة 20، جامعة المنوفية، جامعة المنصورة 10. وعندكم سؤال في التاريخ، في جوكر، في العلوم،
نشوف على حسب الموقف. تمام، تاريخ. والسؤال هو، من هو ملك مصر الذي كان عمره 7 شهور عند توليه العرش بعد عزل أبيه عام 1952؟ من هو ملك مصر الذي كان عمره 7 شهور عند توليه العرش بعد عزل أبيه عام 1952؟ إسرائيل إجابتك؟ أحمد فؤاد الثاني. أحمد فؤاد الثاني إجابة صحيحة. أحمد فؤاد الثاني الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة تعادل 20-20. سؤالين في الأدب، وأول سؤال لجامعة المنوفية أدب، والسؤال هو، من هو الطبيب العربي الشهير صاحب مرجع الحاوي في الطب؟ من هو الطبيب العربي الشهير صاحب مرجع الحاوي في الطب؟ 10 ثواني. أبو بكر الرازي. أبو بكر الرازي ب10 نقط، إجابة صحيحة. أبو بكر الرازي الإجابة الصحيحة، وكل النتيجة 30 جامعة المنوفية، 20 جامعة المنصورة. وعندكم سؤال في الأدب، أدب، والسؤال هو، من هو الأديب المصري الراحل صاحب رواية أنديل أم هاشم؟ فيلم كان بطولة شكري سرحان، سميرة أحمد، وأمينة رزق. 7 ثواني. يوسف السباعي. يوسف السباعي إجابة إيه؟ خطأ. برافو عليك، إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ نجيب محفوظ. إيمان، إجابة خاطئة. يا زائد 10 يا ناقص 5، والاختيارات قصادنا على الشاشة. يحيى حقي، يوسف إدريس، محمود تيمور، توفيق الحكيم. أنت يا شيماء. يحيى حقي. خدت الريسك. إحنا متفقين عليها. شيماء، إجابة إيه؟ صح إن شاء الله. صح، عرفتها. شفت التسرع؟ مين يا شيماء؟ توفيق الحكيم. توفيق الحكيم. أنا مضطر للأسف الشديد آخد أول إجابة. يحيى حقي، إجابة صحيحة. يحيى حقي طبعاً هو اللي كتب أنديل أم هاشم. النتيجة تعادل 30-30. ماتش متكافئ، 10 نقط هنا و10 نقط هنا. ودلوقتي آخر سؤالين في العلوم، وأول سؤال لجامعة المنوفية. في جوكر في العلوم؟ علوم، والسؤال هو، ما هو العنصر الغذائي الرئيسي الذي يساعد في التئام الجروح؟ الرئيسي. فات 8 ثواني، وفاضل 8 ثواني. إيمان، إجابتك؟ البروتين. البروتين ب20 نقطة، إجابة صحيحة. البروتينات هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 50 جامعة المنوفية، 30 جامعة المنصورة. في جوكر؟ في جوكر. ندوس على البازر. 20 نقطة دول لو طاروا من جامعة المنصورة بقت مشكلة. علوم، والسؤال هو، ما هو الفيتامين الذي يؤدي نقصه إلى الإصابة بمرض بيري؟ ما هو الفيتامين الذي يؤدي نقصه إلى الإصابة بمرض بيري؟ خمس
خمس ثواني، ثانيتين. شيماء خلاص 18 ثانية. تخمينة؟ تخمينة. مفروض الإجابة كانت تكون عندكم. ألف؟ ألف. إجابة خاطئة. محمد مجدي إجابتك بي ون. بي ون. ولا والبطحجي مبسوط جدا ودينا. أحمد البطحجي يعني وقرر إنها إجابة صحيحة. وما دام أحمد قرر إنها إجابة صحيحة تبقى إيه؟ إجابة صحيحة. تبقى إجابة صحيحة. بي ون الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا مجدي. 20 نقطة اتخطفت من جامعة المنصورة وبكده النتيجة 70 جامعة المنوفية 30 جامعة المنصورة. ال 20 نقطة دول فرقوا، ولكن المباراة لسه في الملعب، احنا في اولها. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة وفقرة الفنون والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 100 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 500,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. العباقرة التمريض برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، شركة جيلياد ساينسز، الراعي الرئيسي للعباقرة التمريض، وزارة الصحة والسكان. ممرضة. من أول الممرضة خريجة المدرسة، الممرضة خريجة المعهد، خريجة الكلية، كل واحدة لها دور في المنظومة الصحية.